السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وأحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني على القناة دي أو على القناة التانية. كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. وتحية خاصة جدا 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 للناس اللي بيتابعوني من الجنوب، تحية خاصة لكم وربنا يصلح حالكم وشكرا للمتابعة. بسم الله وعلى بركة الله، أبها تمطر باستمرار يا جماعة. لما يكون في أمطار في أبها تأكدوا أني أنا لازم أصور. المطر ده العشق، اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا طبعا رحت ممشى الضباب لان هو اجمل مكان ممكن الواحد يصور فيه المطر. هي دلوقتي بتمطر كده خفيف، بعد شويه بسم الله ما شاء الله يعني هتلاقوا مطر كتير جدا. وده طبعا اللي تحت ده طريق العجبه، الناس اللي عارفه ابها واللي عارفه ممشى الضباب هتعرف المكان اللي انا بتكلم عنه ده. والجبال بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، سبحان من خلق فابدع. والطرق تحت هي جميله، والسماء يعني هي تتحدث عن نفسها، سبحان الله ولا إله إلا الله. وطبعا الناس كتير جدا جدا، وزي ما انتوا شايفين كده لا إله إلا الله، كله بيصور المطر وكله بيصور المنظر الجميل الخلاب ده، وكله بيصور السحب والسماء، كل حاجة هنا حلوة والله بسم الله ما شاء الله. أبها دي يا جماعة بصوا المفروض يعني، وإن شاء الله بإذن الله العظيم مع الوقت ومع الأيام القادمة بإذن الله العظيم إن ربنا يعني يصلح حال المقيمين عليها، وان شاء الله انهم يعملوا فيها حاجات كويسه جدا باذن الله العظيم. هي كويسه بس برضو يعني ايه، المزيد والمزيد هيخليها احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. يعني بسم الله ما شاء الله ربنا عطيها جو جميل جدا وطبيعه ممكن نقول ساحره واجواء خلابه. وزي ما انتم شايفين كده انا ماسكه الشمسيه عشان طبعا المطر كان بينزل، وانا خفت بس انه يخرب الجوال وكده. بسم الله ما شاء الله. لو لاحظتوا هو الناس بقى اغلبها لما يكون في مطر هم بيقعدوا تحت في مظلات، هناك بيقعدوا تحت المظلات عشان يستمتعوا بالمطر ويصوروا كده. بس انا بقى قلت ايه يعني اجازف وامشي عشان امشي لحد لاخر الممشى واصور الضباب من قريب ومن بعيد ومن تحت ومن فوق كده يعني. بسم الله ما شاء الله. الجو في اليوم ده كان جميل جدا جدا، وجو صافي جدا. هو معروف يا جماعة بعد الدنيا ما بتمطر بتكون السماء صافية وجميلة خالص خالص، والأجواء حلوة، والبرد مبقاش فيه برد قوي يعني. لما الدنيا بتمطر بيبقى البرد حلو يعني، مش برد ان هو يمرض يعني، برد خفيف. اما لما بيكون فيه ضباب بيكون فيه برد جامد يعني. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا فوق، هو ممشى الضباب يا جماعة عبارة عن دورين، دور فوق ودور تحت. أنا دلوقتي في الدور اللي فوق، أنا صورت فيه أكتر من مرة يعني. بسم الله ما شاء الله. هتلاقوا الدنيا كلها بسم الله ما شاء الله يعني، هي بتمطر بصوا بتمطر فترات بسيطة، وفجأة الدنيا كلها بيبقى فيها مية. وما زلت هنا بمشي، أنا زي ما قلت لكم همشي لحد آخر الممشى، والدنيا بتمطر برضو بس يعني إيه، مش مطر قوي يعني. هي بدأت هنا لسه يا دوب بادية تمطر شوية اهي. بسم الله ما شاء الله كانت الأجواء جميلة جدا جدا، والسماء صافية يعني المنظر كان حلو. بسم الله ما شاء الله. لو لاحظنا في الأرض هنلاقي مطر يعني، بدل مطر ايه يزيد شوية، مطر مع هواء يعني. المكان ده معروف إن بيبقى الهواء فيه شوية جامد. هنا بدأت تمطر جامد شوية. بسم الله ما شاء الله. حتى لو لاحظتوا هتلاقوا صوت المطر على الشمسية وكده، فمعلش بقى ان كان الصوت يعني ايه مزعج شويه. وده المكان من تحت، انا صورت فيه كتير قبل كده. بسم الله ما شاء الله يعني كان في ناس قاعده وكده، الناس بدات خلاص تقوم يعني، اللي بيدخل بقى السياره واللي بيقعد تحت مظله، انتوا عارفين المطر والميه والواحد يتبل وكده. بسم الله ما شاء الله بدا المطر يزيد شويه. أبها يا جماعة المطر بتاعها تحس ان هو مختلف عن اي مطر تاني. دائما حبات المطر في أبها تحس انها كبيرة كتيرة يعني، حباية كبيرة مش بس نقط خفيفة كده، لا يعني بتمطر ما شاء الله يعني، حتى المطر فيه بركة بسم الله ما شاء الله. وطبعا أبها
دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه، المفروض ان احنا في موسم في الصيف، لكن بسم الله ما شاء الله اي حد مقيم في ابها او اي حد جاي لابها زياره هيكتشف ان احنا ممكن نكون في عز الشتاء. بسم الله ما شاء الله. ومع ذلك الاجواء جميله والاجواء حلوه والناس حبها خالص، يعني الناس باستمرار في الاماكن دي. بسم الله ما شاء الله. ممشى الضباب، حديقه ابو خيال، سوق التلات الشعبي، في ايه تاني، في حاجات كتيره خالص في الجبل الاخضر، بس مش عارفه هو تقريبا مقفول اليومين دول مش مفتوح. في المدينه العاليه في اماكن هنا في ابها بسم الله ما شاء الله جميل. ده طبعا زائد منتزه السودة. السودة ده لوحده بقى مكان تاني، يعني هو لوحده يعني ما ينفعش ان احنا نجمعه مع الحاجات اللي انا قلتها دي، لان السودة بسم الله ما شاء الله منتزه في منتهى الجمال والروعة. وزي ما قلت لكم يعني بسم الله ما شاء الله ابها في الوقت اللي احنا فيه ده فيها ناس كتير جدا جدا، يعني الاجواء والجو والمطر والضباب بسم الله ما شاء الله قدر ان هو يجذب ناس كتيره جدا جدا. واي حد يا جماعه عايش في ابها زي ما قلت انا قبل كده، سواء بقى هو سعودي، سواء مقيم، سواء زائر، يعني اللي يقدر على حاجه بسيطه يقدمها. الناس كلها بسم الله ما شاء الله عندها صفحات على الفيسبوك وعندها سناب وعندها انستجرام، بسم الله ما شاء الله. يعني السعوديين اكتر ما بيتعاملوا بسناب، وهم ما بيأثروش والله. يعني انا بشوف مقاطع بسم الله ما شاء الله حتى على التيك توك، مقاطع جميلة جميلة جميلة، الناس بتصور حاجات بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال والروعة، يعني مناظر تجذب اي حد. انا متأكدة لو الطيران فاتح والناس بتروح وتيجي كان دول الخليج كلها موجودة في أبها دلوقتي بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين لسه المطر شغال. الناس طبعا كان في ناس كتير قاعده في المكان اللي فيه خضره ده اللي هو على النجيله دي، بس كله بدا يقوم بقى، طبعا المطر بدا يزيد، يعني الناس مش هتقعد تتبل، يعني كله بيدخل السيارات لحد الدنيا، بس ما بطل مطر شويه ويطلعوا تاني عادي. وزي ما قلت يا جماعه قبل كده، من خصائص ابها او من خصائص الجمال اللي في ابها انها في لحظه مطر وبعد دقائق معدوده تصير الدنيا كلها حلوه وناشفه ومفيش ميه في الشوارع ولا الكلام ده خالص، لانها بسم الله ما شاء الله اغلبها مرتفعه والميه بتنزل للوديان، فهتلاقوا الجو جميل خالص زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. دي الشمسيه طبعا الهواء بيوديها كده ويجيبها كده، انا بس كنت حطها عشان ايه، عشان الجوال، عشان الميه ما تنزلش على الجوال. بسم الله ما شاء الله. وما زالت الدنيا بتمطر ما شاء الله. منظر السماء وقت المطر او بعد المطر بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، تحسوا حتى ان سماء ابها مختلفه. انا بكون سعيده جدا يا جماعه لما بنزل اي مقطع عن ابها وبيعجبكم او بيعجب الناس مثلا اللي ما شافوش ابها او الناس اللي هم اصلا مش من السعوديه. زي انا عندي متابعين كتير جدا بسم الله ما شاء الله من مصر ومن العراق ومن الجزائر ومن المغرب، يعني ممكن نقول من جميع انحاء الدول العربيه، كلهم الله يحييهم. بنبسط جدا لما بنزل مقطع عن ابها او اي معلم سياحي في ابها والناس بتنبسط منه. يعني من ضمن التعليقات اللي اسعدتني جدا لما حد علق لي وقال لي والله حببتينا في ابها وجو ابها، بجد التعليق ده اسعدني، يعني بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال والله. بصوا يا جماعة أنا مهما قعدت أوصف لكم مش هقدر يعني أوصل لكم الجو اللي احنا فيه أو المناظر اللي احنا موجودين فيها، يعني بس بحاول على قد ما أقدر كده ولو بشيء بسيط إن أنا أوصل لكم أجواء أبها والمناظر الجميلة اللي في أبها وقد إيه أبها دي مدينة جميلة ومدينة تستحق إن احنا نتكلم عنها وتستحق إن أي حد موجود في السعودية يزورها ويقعد فيها ولو يومين ثلاثة ويستمتع بأجواءها. وبسم الله ما شاء الله والله ما هيندم أبدا، لأن المكان بجد يعني أقول لكم إيه، خلاب يخطف القلب بسم الله ما شاء الله. ده أنا بسأله الشمسية بكام، لأن وقت المطر الناس كلها بتسأل عن الشمسيات، هو قال لي ب30 تقريبا. بسم الله ما شاء الله.
واي حد برضو يا جماعه في ابها يعمل حسابه ان في مطر باستمرار، يعني لازم الشمسيه دي اساسي تبقى معاه في السياره باستمرار، لان برضو من جمال المطر والاستمتاع بيه انك تنزل وتمشي فيه، مش بس اني اقعد في السياره واصور. انا ما بستمتعش بالمطر الا اذا نزلت ومشيت فيه. في السياره برضو كويس، بس لما انزل بيكون اكتر، بيكون حلو يعني. بسم الله ما شاء الله، منظر السماء كده بدأت السماء تبقى صافية بعد المطر، تحس ان السماء كده بتبقى جميلة كده وصافية زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، لسه المطر شغال على فكرة، مش عارفة بقى هو واضح في الصورة ولا، بس هتلاقوا حبات مطر كبيرة كده. بسم الله ما شاء الله، اخر جمال. شوفوا المنظر روعة، بسم الله ما شاء الله، وكأنها لوحة فنية، يعني ممشى الضباب بجد في الليل في النهار في الصبح. المكان ده يا جماعة ساحر ساحر بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بسم الله ما شاء الله، مش هتلاقوا حد ماشي خالص الا انا، يعني الناس كلها هتلاقوا بسيط قوي، كان حد بصور، الناس بقى واقفة تحت شجرة، واقفة تحت مظلة، محدش عايز يتبل يعني. يعني في الاوقات العادية لو في ضباب هتلاقوا الناس راحوا وجاوا، والمكان ده مليان ناس، اما عشان في مطر الناس واقفه يعني. بسم الله ما شاء الله. وبرده من جمال المكان ده يعني في خدمات، هتلاقوا فيها الله يكرمكم حمامات، هتلاقوا في ناس بتبيع شاي وقهوه، هتلاقوا في ناس بتبيع اكل، هتلاقوا عربيات الايس كريم، عربيات بتعمل كريسبي، بتعمل بطاطس، كل حاجه هتلاقوها موجوده هناك. وزي ما قلت قبل كده يا جماعه، من جمال المكان السياحي انك تلاقي فيه خدمات، وانه يكون فيه امن وامان، ويكون فيه نوعا ما يعني الناس بتحترم خصوصيه بعضها، وده موجود هنا بصراحه يعني. والشرطه هنا بسم الله ما شاء الله، يعني هتلاقوها في الضباب 24 ساعه، هتلاقوا عربيات الشرطه واقفه بسم الله ما شاء الله، يعني الامن مستتب، ربنا يعينهم ويساعدهم يا رب، اللهم امين. نقدم لهم التحيه للشرطه السعوديه، ناس في قمه الادب والاخلاق والاحترام. بسم الله ما شاء الله، المكان جميل، يستحق والله، يستحق التصوير ويستحق الزيارة. بسم الله ما شاء الله يعني. والجبال اللي تحت دي سبحان الله شموخها مع المطر مع السماء، يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا اقرب الصورة شوية من الجوال عشان تشوفوا الجبال، يعني لو لاحظتوا هتلاقوا كلها فيها زي زرع اخضر كده ما شاء الله يعني. هما لسه بيعملوا هناك حاجات برضو، في مباني هناك جديدة لسه بيعملوها، ان شاء الله ان يعني مع الايام يتطور ويبقى كويس المكان ده. ممشى الضباب هو اسم على مسمى فعلا يعني. انا صورت لكم هناك اكتر من مرة، صورت لكم في ضباب، كان المنظر روعة بسم الله ما شاء الله. لو لقيتوا يعني لاحظتوا هتلاقوا كل الناس اللي هناك واقفة بتصور، لان المناظر دي يا جماعة محدش بيسيبها خالص ابدا، لازم كده يوثق. وانا من الناس اللي احب اوثق المطر والضباب، الحاجات الجميله اللي زي كده، بعيدا حتى عن ان انا عندي قناه، قبل القناه انا كنت احب اصور الحاجات دي برضو واحتفظ بيها عندي. بسم الله ما شاء الله، ولكن مع وجود القناه قلت لا بقى خلينا نشرك الناس معانا، وندي الناس فكره عن ابها اللي ما يعرفهاش، وعن جوها. ممكن يكون حد عايز يزورها، زي ما قلت لكم يا جماعه، ممكن يكون حد عايز يزور ابها بس منتظر يشوف فيديو، يعني يشوف مثلا مكان معين، يشوف حاجات تشده عادي يعني. احيانا الانسان بيبقى محتاج بس ان هو يشوف حاجه عشان ياخد القرار يعني. هنا خلاص انا طلعت من الضباب في طريقي للبيت، بسم الله ما شاء الله. المطر كان كتر شويه زي ما انتم شايفين كده، بس بصراحه كانت الاجواء جميله خالص خالص، وكان المطر سبحان الله كده عاطي للجو طعم جميل خالص. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. المهم يا جماعه بقى، ان عجبكم الفيديو بتاعي زي ما بقول لكم قبل كده، يعني شجعوني بلايك بس عشان الفيديو يتشاف وناس كتير تشوفه، والناس اللي عايزه تتعرف على ابها ان شاء الله باذن الله على قد ما نقدر هنحاول نعرفكم عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.